بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة أيضا تخاطب إخواني المسلمين بشكل عام، المسلمين يعني أهل الإيمان، هذا الإيمان بالمعنى العام اللي هم المسلمين بالأحرى أن نقول. الآية تخاطبهم وتعطي صفات، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه. الارتداد، نحن نعلم على أن الارتداد بمعنى الرجوع عن الدين. ارتد عن الدين يعني شنو مرانا؟ يعني رجع عن الدين. ولهذا نحن عندنا بالحكم الفقهي على أن الارتداد اللي هو المرتد له حكمان نوعان. عندنا نوع من المرتد يسمونه مرتد فطري، وعندنا نوع من المرتد نسميه مرتد ملي. شنو الفرق بيناتهم هذولي؟ المرتد الفطري هو الإنسان المسلم اللي أحد أبويه مسلمين، أو كلاهما، يعني يولد على ملة الإسلام. المرتد الفطري ياهو اللي يولد على ملة الإسلام، يولد لو أمه وأبوه مسلمين، لو واحد منهم مسلم، هذا يولد مسلم. طبعا أنت تعرف هو القاعدة أنا أسألك سؤال، إذا واحد أمه يهودية وأبوه نصراني، الطفل ليش يطلع مولانا؟ ليش نصراني على أبوه؟ هسه بالعكس، إذا أبوه يهودي وأمه نصرانية، ايش يطلع؟ يطلع يهودي على أبوه، ها؟ زين، لا مو هيك القاعدة. يتبع الطفل يتبع أشرف الأديان. يعني لما واحد من الأم والأب مجوس ويهود، الأشرف ياهم اليهود أشرف من المجوس. هسه الأم لو الأب، الولد شنو يطلع؟ يطلع يتبع أشرف الأديان اللي هو اليهودية، اليهود والنصران والنصرانية للمسيح، يتبع شنو مالنا؟ المسيح، سواء أمه لو أبوه. كذلك الإسلام، إذا الإسلام جمع مع دين آخر مثلا مع أهل الكتاب، الطفل إيش يتبع؟ يتبع الإسلام.
واضح مولانا؟ إذا يتبع أشرف الأديان. هسه يولد هذا الإنسان أو الطفل يولد على الإسلام، أمه وأبوه مسلمين لو واحد منهم مسلم، فإذا ولد على الإسلام وكبر وترعرع بعدين انحرف عن الإسلام، نكر الإسلام، ارتد عن الإسلام، شو يسمونه هذا؟ مرتد فطري. مرتد فطري يعني شنو؟ يعني مولانا كان مسلم من أبوين أو من أب وأم مثلا، ها؟ فهذا مرتد فطري، هذا توبة ما له، هذا خلاص يقتل 100%. زين، ما له توبة، حتى لو يتوب ما له توبة، يمكن عند الله مقبولة، بس هنا بعد حكم الشرعي يجري عليه. ولهذا مولانا العزيز هذا الإنسان المرتد الفطري بمجرد أن يرتد، بس يرتد، حتى لو بعد ما مقتل، حتى لو بعد 10 سنين يعدمونه، ها؟ مولانا بس يرتد زوجته تبين عنه، تعتد عدة الوفاة، هو عدل، عدل بعد عدل، حطنا بالسجن، بس بعد ما مقتول ما ميت، بس زوجته شنو مولانا؟ تعتد عدة الوفاة، هذا خلص كأنه شنو؟ كأنه ميت. الأموال أمواله توزع ميراثا، يوزعون الميراث ماله، هو عدل ويوزعون ميراثه، لأن هو بمنزلة ماذا؟ منزلة الميت، خلاص هو حتى لو عدل بس هو منزلة الإسلام يحسبه ميت. هذا الشاهد، هذا الفطري الملي، لا الملي يولد على غير ملة الإسلام، يولد لا أمه وأبوه لا اثنينهم ولا واحد منهم مسلم، يولد لو يهودي لو نصراني لو أي شيء اللي كان يولد، كبر الله هدا صار مسلم، كبر الله هدا شنو صار؟ مسلم. من صار مسلم ما عجب الإسلام، مو بعضهم الدين على على عجبه لو ما عجبه، ما عجب الإسلام، ايش سوى مولانا؟ ارتد، رجع، هذا سمونه مرتد شنو؟ ملي. هذا المرتد اللي ما يقتلونه، لا يستتاب، يعطونه مجال للتوبة، يقول له لا ساي التوبة، البعض يقول 3 أيام والبعض يقول 7 أيام والبعض يقول إلى ما قبل القتل، كل واحد له رأي. يستتاب، إذا تاب خوف بها تاب، إذا ما تاب شنو مولانا؟ يقتلونه. واضح حبيبي؟ ذاك ما له توبة، هذا شنو؟ إلى توبة. هذا بالنسبة للرجل. المرأة لا، المرأة فطرية أو ملية، في كل الأحوال مولانا قتل ما يقتلونها، ما دامها مرتدة تسجن، تسجن وتضرب أوقات الصلاة، إذا المؤذن صاح الله أكبر يخو ما صلى ما صلى بعد مرتدة مولانا، فيضربونها أوقات الصلاة، وكذلك تطعم وتسقى أو تطعم من جشب الطعام، يعني الطعام الخشن، كن مو أكل ونام يا غنام بالسجن مرتاحة، لا. الشاهد مولاي اللي أريد أقوله، إحنا طولنا شوي بهذا، حكم شرعي مو شغلي أنا. الشاهد مولاي الآية تشير إلى الارتداد، تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، زين، هذا إذا ارتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، خاف أنت تقول والله أنا ارتد أو مثلا أعمل هذا العمل أضر الإسلام أو أضر النبي أو أضر الدين، أنت ما ضر النبي ولا ضر الدين، وإنما الله يعوض الإسلام باللي أحسن منك بعد، ها؟ خاف واحد يقول والله أنا ما أصلي، والله صلاة تفيدك أنت ما تفيد غيرك، أنت تصلي إلك، ما أصلي أم إلك، لا تضر الله ولا وما تنفع الله، صيامك إلك، زكاتك إلك، خمسك إلك، الله ما يستفيد من هالأمور هذا شيء، ها؟ يا ابن آدم إن تكفر أنت ومن في الأرض جميعا لما نقص ذرة من ملكي، ولو تؤمن أنت ومن في الأرض جميعا لما زاد ذرة في ملكي، تؤمن ما تؤمن، صلي ما صلي، عبادة ما عبادة، هاي إلك أنت مو لله تعالى، الله خالقنا، الله ربنا، الله يريد لنا الخير فوق اللي أنت تصلي، والفائدة إلك يدخلك الجنة بعد، شو تريد فوق هاي كلها بعد؟ الشاهد مولانا العزيز الله يقول إذا واحد ارتد من المسلمين أنا أعوض الإسلام بشيء اللي أحسن منه، يا أم هذولي، ها؟ اسمع اسمع مولانا، اسمع الصفات اللي الله يعوض الإسلام بهم، يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يا أم هذولي القوم، أولا يحبهم ويحبونه، هم الله يحبهم وهم هم يحبون الله، والجميل هنا يحبهم ويحبونه، قدم حبه إلهم على حبهم إليه، زين، أريد يستدل على أن أنا أحبهم أكثر مما هم يحبوني، الله سبحانه وتعالى مولانا هو أرحم الراحمين. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكو مرة مضيعة ولد، زين، فالظهر طالعة تركض، تركض شايطة ومتأذية وتبكي وكذا، فسأل رسول الله ما دهاها شخيرها،
قال له لي يا رسول الله هاي مضيعه ولده وولدها مشتاقه على وليدها وقاعد تركض. قال لهم كم تقدروا حنانها ورحمتها على ولدها؟ ايش قد هاي تحب منها؟ قال له لي يا رسول الله لا يقاس يعني بهالحر وتركض زين والضيم حالها يعني ما ينقاس حبها لابنها ما ينقاس. قال لهم والله ان قلبي على ولدها ارحم من قلبها على ولدها، وان الله ارحم على ولدها من قلبها وقلبي، لان الله هو ارحم الراحمين. ولهذا لما تفد الى الله انت تفد الى الكريم الى الرحيم، فما بي خوف. ها ما بي خوف. هذا واحد راد يموت يجالع يحتضر، قاعد يحتضر يتقلب، ولد شباب يريد يموت وامه يمدق تدق على راسه وتبكي وتبكي وتبكي، ها فك عينه. تدري هذا البكاء يؤذي المحتضر، هذا الانسان اللي قاعد يحتضر قاعد يموت، زين هو قاعد يموت ومنا ملك الموت عاصر مولانا، والروح قاعد تطلع من عنده بيا حاله وانت قاعد تدق يمه وتبكي. هاي بيك كراهه البكاء عند المحتضر. اكو بعض الاسباب بعض الاعمال مكروهه عند المحتضر، هذا اللي قاعد يجالع يموت مكروه انت تسوي، مثلا البكاء او احضار اولاده يمه للبكاء يبكون، او تجيب له واحد معروف يغسل موته او يبيع جفن جايبهم قاعده يمه، هو قاعد يموت وانت قاعد يمه، ما يصير مولانا هيك زين، اعطي مجال يعني. فهذا بكراهيه. على العموم فشاف امه تبكي وتبكي وتبكي، هذا فك عينه شاف امه بحاله عجيبه متاذيه، راد يصبر عليها. قال له امه تبكين ليش تبكين امه؟ قالت له وليدي اخاف عليك، ها انا اخاف عليك وراح افارقك. ها قال له امه لي اليك سؤال. قالت له سل. قالها ان وضع الله حسابي في يدك، اذا الله انطى حسابي بيدك انت تحاسبيني، شلون تحاسبيني؟ قالت له ولدي اغض عن طرفك واغض عن خطئك زين، وما ارى لا ارى ذنبك واغفر لك زلتك. ها انا اسامحك، انا امك يما، انا امك اسامحك، اذا مسوي لك شيء غمض عيني ما يخالف انت وليدي. ها قالها هذه رحمتك علي وانا افد على من هو ارحم الراحمين. الله هاي انت امي وهيك ترحميني اخو، الله سبحانه وتعالى ارحم ارحم منك انت بعد، لا تخافين. ها انت تمنى الخير الي زين. الشاهد مولانا العزيز اللي اريد اقوله ان الله سبحانه وتعالى يحبنا اولا، شوف قالت الايه يحبهم ويحبونه، اول ما قدم نفسه يحبهم يعني اول ما الله يحبنا، واضح مولانا؟ يحبهم ويحبونه واحد، اذا بيناتهم محبه، شنو المحبة؟ متبادلة، هم الله يحبه وهم هو يحب الله، هذا اللي الله يعوضهم القوم، هذا واحد. اثنين مولانا، الثانية نعم أذلة على المؤمنين، أذلة على الذليل، مو ذليل يعني ذليل هاي الذلة هاي، لا الذليل عن المتواضع، أذلة على المؤمنين، مع المؤمن شو يصير؟ يصير متواضع، ها؟ ما يتكبر، المؤمن على المؤمن ما يتكبر مولانا، المسلم على المسلم ما يتكبر. ها شن لك بهالتكبر انت؟ شن لك بهالغرور؟ شنو هالتفخه وهالهوى هذا الزايد؟ زين مولانا، الانسان ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. يقول من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله، واضح مولانا؟ الانسان المتكبر اخواني كالدخان، صاعد 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 وماكو شيء. ها لان هذا الانسان المتكبر هذا حاله بعد يرى الناس شنو مولانا؟ صغار. ودائما اقول دائما اعيدها مولانا، ان المتكبر كصاعد الجبل، يرى الناس شنو؟ صغار، بس المقرود ما يدري، مثل ما انه يشوف الناس صغار الناس مش يشوفه، هم يشوفه صغير. اللي ما يعتبر الناس مولانا اللي تكبر على الناس، الناس ما تعتبره مهما كان، شنو عنده؟ اموال عنده، هيكل عنده، جمال عنده، مقام عنده، مسؤوليه عنده. ها التكبر المن؟ المتكبر هو الله سبحانه وتعالى، نعم هذا هو المتكبر المتعال. بس ها نعم التكبر على المتكبر عبادة، التكبر على المتكبر التافق نفسه انت متكبر عليه، هذه عبادة، واضح مولاي؟ هذا المؤمن من صفات المؤمن متواضع مع من؟ مع المؤمنين، أذلة مع المؤمنين، هاي الصفة الثالثة. بعد عزة على مع الكافر شنو؟ عزيز قوي ما يتخراس، هاي هات من الذلة، هذا كلام من؟ كلام الحسين عليه السلام، أعزة عزيز مع الكافر، ذليل متواضع مع المؤمن،
شوف خليطك آية، بسم الله الرحمن الرحيم، بس وياي آخر سورة الفتح، آخر سورة الفتح: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار، أشداء هاي شنو مولانا؟ أعزة على الكافرين، شوف أشداء على بعد رحماء بينهم أذلة على المؤمنين، شوف هذا هذه الآية قيسة مع تلك الآية. إذن متواضع مع المؤمن لكن عزيز وقوي مع من؟ مع الكافر. كم صفة سارا؟ ثلاثة. زين، أولا الله راح يعوض من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أولا يحبهم ويحبونه، واحد. اثنين أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، قصارا ثلاثة. أربعة يجاهدون في سبيل الله. هذا الجهاد، هسه الجهاد أكبر وجهاد أصغر، هذا مطلق ما دام قال يجاهدون فالجهاد مطلق. الجهاد الأصغر هذا الحرب والقتال، الجهاد الأكبر جهاد النفس، يعني العبادة والطاعة، أن جاهد نفسك لهاي النفس هاي الضبط راجع. زين، بعد مولاي قصارا أربعة مو وياك الحساب عندك لولا أربعة. يجاهدون في سبيل الله، هاي الخامسة عجيبة مهمة إخواني، هاي الخامسة أغلب الناس متورطين بها، شنو؟ ولا يخافون لومة لائم. أكو بعض الناس شوية يخجل إذا قعد في مجلس وخلوا غنى ما يقلهم طفوا الغنى، ليش؟ يقول ها خاف يعتفون علي، خاف يقولون هذا مش شديد، خاف يقولون هيكي، شنو هالحكي هذا؟ شنو هالكلام هذا؟ لا يخافون لومة لائم، والله خاف يلوموني، خلي يلومونك، البشر يلومك أحسن من أن الله يلومك. ها؟ شفت مكان حرام قاعد ياخذون غيبة، تقدر قل له لا تاخذ غيبة اسكت، ما تقدر قوم. قوم، يزعل، خليه يزعل أعصاب. بحياة كنكريت. زين؟ بصراحة يعني أنا أجذب مرضاة الله على مرضاة المخلوق، والله أنا أرضي المخلوق ضعيف وأقدم مولانا أقدمه على الله سبحانه، ما يصير. ما يصير مولانا. فالإنسان لا يخافون لومة لائم. كم صفة سارة؟ خمسة. هسه هنا مولانا الهوسة هنا صايرة. هاي الخمسة صفات من؟ ها؟ هنا احنا نجرو ذكول يجرو. زين، يا هذا الرأي الأول. الرأي الأول الرأي شوية عجيب بس مع ذلك أنا أحكي بهيك من فوق لفوق. قال الرأي الأول هم أهل اليمن، هم أهل اليمن. هو ما يقصد أهل اليمن، يقصد رجل من أهل اليمن. أكو رجل من أهل اليمن، هذا الذي خلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه وقدم معاوية على علي بن أبي طالب وظل الإمام علي قد 25 سنة. زين، عرفتوا ياه ولا لا؟ هاي الصفات إله، قالوا هاي الصفات إشارة إلى هذا الرجل. هذا رأي، رأيهم. الرأي الثاني، طبعا مو كلهم على هذا الرأي، الرأي الثاني، الرأي الثاني يذكر الفخر الرازي. الفخر الرازي، الإمام فخر الرازي من علماء السنة، زين، في كتابه مفاتيح الغيب في تفسير سورة المائدة شي يقول؟ يقول هذه الصفات الخمسة عند رجل قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت الآية، وضع يده على كتف سلمان، سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، قال هذا وقومه، هذا وقومه، وأشار إلى سلمان. المصادر موجودة عندي، أخلطك يا خاطر شوية قلبك لا يحوس، واضح مولانا؟ نعم، هذا وأنصاره وبني قومه. شنو مولانا؟ مجمع البيان مجلد الثالث صفحة 208، نور الثقلين مجلد الأول صفحة 642، أبو نعيم الأصفهاني في الحلية مجلد السادس صفحة 64 يذكرون هذه الرواية. زين، كم رأي سار؟ رأيين. الرأي الثالث، الرأي الثالث هذا رأينا، رأينا وكثير من علمائهم على هذا الرأي، كثير من علمائهم على هذا الرأي. ياهو مولانا، قال هذه الصفات تنطبق على رجل واحد، هذا الرجل الواحد ياهو سيدنا ومولانا ومقتدانا وأميرنا علي أمير المؤمنين. زين، شنو الدليل؟ أولا الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يحبهم ويحبونه، ها؟ فسوف يأتي الله بقوم شنو؟ يحبهم ويحبونه. شلون يحبهم ويحبونه؟ وين تسمع هذه مولانا؟
تسمعها لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلن الحرب مع خيبر، يهود خيبر، وخلى الراية بويا تعالوا يا الرجال يا الزلم اخذوا لنا الراية وروحوا حاربوا قتال. تدرون هذولي خيبر عندهم بطل، هذا البطل بطل 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 اليهود، شو اسمه؟ اسمه مرحب، بطل كان هذا مولانا، ما حد يدناه، ما حد يقترب إليه، زين؟ ما حد أخذ الراية. إيش قال النبي؟ ها؟ بعد حديث الراية، لأعطين الراية غدا إلى رجل، اسمع، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. قالوا لمن تعني؟ قال ابن عمي أمير المؤمنين علي. جيبوا الإمام علي أنطي الراية. قالوا له علي أرمد ما يشوف عديل، عيونه متأذية. قالهم جيبوه علي بعلي بن أبي طالب، وأنا رسول الله، أنا سيد الكونين ومولى الثقلين، عيسى يشاف المرضى ويحيي الأموات، هذا رسول الله سيد على عيسى. اجى مولانا الإمام علي عليه السلام يقوده رجل إلى أن أوصله لرسول الله، أخذ من ماء فمه فوضعها على عيني علي بن أبي طالب، بمجرد أن مسحها وإذ رجعت عيناه كما كانا. ونزل الإمام علي بعد، نزل إلى مرحب، أو أجى مرحب شايف بالحلم، مرحب في المنام أن رجل اسمه حيدر راح يقتله. تعرفون حيدر شنو؟ حيدر يعني الأسد السبع. هذا ظل يخاف أنه أكو رجل اسمه حيدر يقتله. فلما وصل للإمام علي، الإمام علي شباب زين، قال له سأل أنت منه؟ قال له أنا علي بن أبي طالب. قال له أنت علي بن أبي طالب؟ قال بلى. قال له أنت ابن أبي طالب؟ قال له نعم. قال له أكو صداقة بيني وبين أبوك، فأنا ما أريد أقتلك، زين أرجع. قال له أنت عندك ثلاث خيارات، الأول إما أن تسلم تصير مسلم، وإما أن تستسلم أسلم نفسك، وإما أن تنازلني. شوف البطل، شوف البطل، وإما أن قاتل تنازلني. قال له أما الإسلام فهيهات، عود أصير مسلم لا زين، وأما الاستسلام فهيهات ثم هيهات، وأما البراز فبلى. تعال، ها، أتعرفني يا غلام؟ يا شباب تعرفني أنت؟ من أنت؟ الإمام يدري من أنت؟ قال له أنا الذي سمتني أمي مرحبا. الله، هاي الحكاية الثانية، الثانية تخلي الجلد يوقف. أي أنا الذي سمتني أمي مرحبا. وقف الإمام، رد عليه، قال له وأنا الذي سمتني أمي حيدرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بس سمع حيدر رجع، رجع، لأن هذا اسم حيدر مألوف عنده وين؟ في المنام شايف، ها، وسوس إليه الشيطان، قال له يا مرحب مو عيب عليك ترجع، هذا غلام شباب، وألف حيدر أكو مو إلا هو، ها، يمكن تقتل على يدي غيره، هذا غلام طق هيش طقه وكتله خلاص ما بيشي، ها، وسوس إليه الشيطان وصعد على ظهر الجواد وإجى للأمير سلام الله عليه، أو إجى قاتل مني تجايبت للإمام علي، جايبت للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ها، دنا من أمير المؤمنين، وإذ ضربه علي ضرب على أم رأسه فقتله إلى جهنم وبئس المصير. الشاهد وين الآية؟ الآية شو تقول؟ الآية تقول يحبهم ويحبونه، ها، الآية شو تقول؟ يحبهم ويحبونه. النبي ايش قال؟ ها، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. إذن هذه الصفة لمن مولانا؟ الصفة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل للصفة الثانية، كم صفة هي بها؟ خمسة. الثانية مولانا زين، أذلة على المؤمنين، متواضع مع المؤمن، ها، ولهذا أنت تشوف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا فارس الفرسان، إذا صار الليل جن الظلام يمر على الأيتام، يقعد يم اليتيم يمسح على راسه. وعلي، علي، علي، تعرف علي يعني شنو مولانا؟ علي جبل. شنو الجبل؟ مو جبل والله، أمير المؤمنين، هذا البطل الهمام الضرغام علي، يقعد يم الطفل يمسح على راسه ويبكي. تعرف دموعه غالية علي بن أبي طالب، بس يبكي، يبكي، يمسح على راس اليتيم ويبكي. شنو هالرأفة مولاي؟ جمعت فيك الأضداد، شنو هالرأفة سيدي يا أمير المؤمنين؟ شنو هالتواضع هذا؟ ها؟ شنو هالأدب إلك مولاي؟ مع الأيتام، مع الفقراء، مع الصغار، مع المؤمنين، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، وهو أميرهم،
متواضع مع المؤمنين وهو أميرهم، هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. هاي أذلة على المؤمنين. أنا بشي يجي أعزة على الكافرين. شنو أعزة على الكافرين؟ إذا دخل إلى ساحة الميدان، ساحة الوغى، الكل ينادي هذا ابن أبي طالب، تتفرق الجيوش والكتائب والرجال والشجعان من بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى عرف بصاحب الضربة اليتيمة. علي بن أبي طالب صاحب الضربة اليتيمة، ما ضرب ضربة فأثناها، لا، يضرب ضربة وحدة، هذه الضربة قاتلة فتاكة، خلص مردية تقتل، واضح مولانا؟ علي بن أبي طالب الذي كان يعرف ببطل الأبطال وبفارس الفرسان، نكس رايات العرب والأعداء وقتل صناديدهم وشجعانهم. علي بن أبي طالب سلام الله عليه، اللي واحد اسمه أبو جرول، زين، أبو جرول في إحدى الغزوات، هذا كان أبو جرول بطل 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 بطل، هيكل هلقد بطل مدجج بالحديد، يلبس حديد، الفرس مشي له، وين يصعد؟ يصعد على ناقة، إذا أراد يصعد يصعد على ناقة، ما يصعد على 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 الفرس الجواد، ها، لأن مشي له من شدة الثقل، وعنده رمح معلق عليه العلم الراية اللواء، هذا الرمح طويل وهو هيكل طويل والناقة هم عالية، زين، إذا مولانا العزيز اقترب لأحد من بعيد يطعنه، يطعنه ويقتله، ماكو واحد يطعنه، بطل قوي أبو جرول. أنا أبو جرول لا أباح، نحن نبيح القوم أو نباح، كان بطل هذا، هذا الرجز ماذا كان، ها، إجا مولاي ما حد قدر عليه، ياهو اللي يروح إلى أبي جرول ما حد، ياهو اللي قام، قام علي أمير المؤمنين، أنا له يا رسول الله، أنا له، أنا هذا مو شيء، عمرو بن عبد الود أنا له، ها، مرحب أنا له يا رسول الله، أبو جرول أنا له يا رسول الله، ها، وبالفعل أخذ يدور 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 رسول الله أو الإمام أمير المؤمنين كيف يضربه، هذا عالي، هو عالي والناقة عالية، فيقال أنه ضرب عجز البعير، الناقة ضرب العجز مالها طاحت، حرب قتال، هذا نفوس تذبح، هذا قاعد يقتل بالناس، زين، قاعد يقتل من المسلمين، يطعن بيهم ويقتلهم، الإمام ضرب عجز الناقة، يعني رجليها الورا الخلفية ضربها، من ضربها طاح، طاح وين طاح؟ طاح إلى الخلف، ما قدر يتمالك نفسه، سار العنق مقابل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فرفع الرمح هذا اللعين فضربه علي على عنقه فذبحه إلى جهنم وبئس المصير. ولهذا أكو حكاية حلوة هاي بس أقولها خاطر أتعدل الآية، زين، إحنا بعد ذا ندخل إلى فضائل علي بن أبي طالب، شي طلعنا مولانا، زين، الإمام علي عليه السلام كان متوسط القامة، لا طويل طويل ولا قصير مدحدح، لا، كان متوسط القامة الإمام، فسألوه قالوا له سيدي ليش، يعني أكو حكمة بيها؟ هو تبسم الإمام قالهم لكي إذا برز إلي الطويل أضربه من بطنه فأقده نصفين، وإذا برز لي القصير أضربه على عنقه فأقطع رأسه. شلون يجي طويل أقتله، القصير هم أقتله، والله مولانا يعني فابريكا عدل الإمام سلام الله عليه. الشاهد مولانا اللي أريد أقول على أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه يحبهم ويحبونه. الثاني شنو مولاي؟ أذلة على المؤمنين، بعد أعزة على الكافرين، بعد الرابع مولانا يجاهدون في سبيل الله. بعد ما يحتاج أنا أحكي لك عن جهاد علي بن أبي طالب الذي قال رسول الله عن ما قام الدين وما استقام إلا بشيء، بسيف علي وأموال وأموال خديجة، إذن علي بن أبي طالب هو الذي رفع الدين ورفع الإسلام وانتصر الإسلام بمن؟ بسيف علي بن أبي طالب، هذا بالحرب. دون الحرب يدخلون مجموعة يهود على أحد القضاة في المدينة المنورة، تعرف أنت هذا القاضي، دخل قالوا لهم من الخليفة بعد رسول الله؟ قالوا مثلا أي واحد اللي كان، زين، قالوا إذا نسأل، إن أجاب هو الخليفة وإذا لا فهو مو خليفة. فسألوا مولاي، سألوا السؤال الأول الثاني الثالث الرابع، ماكو، إذا من الذي أجاب عليها؟ راح يركض سلمان، يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، هؤلاء اليهود جايين يسألون أسئلة، تعال أجب على الأسئلة. أجل الإمام سلام الله عليه أجاب على جميع أسئلتهم، لما أجاب على كل وجميع أسئلتهم إيش قال؟ قال ما من معضلة إلا ولها أبو الحسن علي. اللهم صل على محمد.
إذن جهاد علي بن أبي طالب ورفعه للإسلام مو بس كان بالسيف مولانا، خاف واحد يقول والله بس بالسيف كان يجاهد، لا مو فقط بالسيف، إنما كان علي عليه السلام بالسيف واللسان والعقل والمنطق والعلم صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذا ايش قصار المولانا؟ أربعة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الحق عند الإمام علي حق، والباطل عند الإمام باطل، خلص. ها، يجي أخو الإمام علي عقيل ابن أبي طالب يقول له يا أبا الحسن أنت خزائن الإسلام والمسلمين تحت يدك، ها أنا زدني من بيت المال انطيني شيء. الإمام قال له خلص تعال، خذ الإمام وراحوا إلى بقال، مخزن بقال، محل بي داخله دنانير ودراهم. الإمام قال له يلا خل نكسر القفل إحنا أنا وياك وناخذ اللي بي وها هي وطيك. قال له سيدي أو يا أبا الحسن سيدي أتريدني أن أسرق؟ أنا هذا بوق هذا. قال زين، أن نسرق من نفر واحد أحسن من أن نسرق من كوت من المسلمين كلهم. أنا لما أطلع من بيت المال فقد سرقت منين؟ من كل المسلمين، بس هذا الدكان لي واحد، على غير نبوق من واحد بدل ما نبوق من الكل. قال له هذه سرقة. قال له فكيف تريد أن أعطيك من بيت المال؟ شلون؟ زين، أنا أعطيك حقك سهمك لا أكثر ولا أقل، حالك حال المسلمين وأنا كذلك، حتى علي بن أبي طالب كذلك. ها، ثم راح جاب لحديدة مولانا وأحماها صارت حارة، قربها إلى جسده. قال له ما أنت صانع يا أبا الحسن؟ قال له أتتألم منها؟ قال له بلى. قال له أتريدني بعملي هذا أن أتذوق حرارة غضب الجبار يوم القيامة؟ ها، أنت هاي الحرارة أحماها يد عبد ضعيف، تريد يوم القيامة أتحمل عذاب الله ونار الله؟ قال له لا. قال له إذن هذا كذلك الإمام علي، لا تأخذه في الله لومته لائم، خلص اللي يعجبه ألبي اللي ما يعجبه من كيفه. زين، هذا هو الإسلام. زين، يجاهدون في سبيل الله بعد ولا يخافون لومته لائم، هذا خمس صفات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذه شنو؟ من فضل الله، والله واسع عليم. هذه الصفات بأجمعها، هذه الصفات بعينها انتقلت إلى من مولانا؟ انتقلت إلى الأئمة الأطهار واحد تلو الآخر، كلهم، لأن كلهم نور واحد وكلهم من شجرة واحدة. أهل البيت علي والحسن والحسين، وكما قال رسول الله أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، فكلنا محمد. هذا النور الشامخ وهذا النور الطالع، الآية إذا صارت لأمير المؤمنين فهي شاملة للجميع. ولهذا أجل الإمام السجاد عليه السلام لما طبوا بالشام قام شيخ شايب شامي قال له الحمد لله الذي أهلككم وأراح البلاد والعبادة منكم. أي غلط على الإمام سلام الله عليه. الإمام التفت إليه قال له يا شيخ أما قرأت القرآن؟ شوف الأدب. قال له بلى قرأت القرآن. قال له أما قرأت بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال له بلى قرأتها. قال نحن القربى يا شيخ، نحن القربى. قال له عجيب. قال له أما قرأت القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. قال نحن أهل البيت يا شيخ، نحن. قال هم أنتم والله؟ قال بلى. أخذ يبكي هذا الرجل، سهل ابن سعد الساعدي تعرفونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أنا طبيت في الشام شفت الشاميين واحد يسلم على الثاني واحد يعايد الثاني يقول له عيدك مبارك أسعد الله أيامك كل عام وأنت بألف خير. ها، يقول أنا تعجبت ماكو يوم عيد، لا تقول فطر لا تقول أضحى، لما ماكو يوم عيد. يقول تعجبت وأنا أمشي يقول شفت لي شيخ من أهل الشام شايب هذا منطي وجهه إلى الحائط إلى الجدار ويبكي قاعد يبكي. قلت عجيب في مثل هذا اليوم كل فرح وسرور هذا الشيخ يبكي، ليش يبكي؟ يقول راح قعدت يمه قلت له يا شيخ أتبكي في مثل هذا اليوم المبارك يوم عيد والناس فرحانة؟ قال له يقول مسح دموعه بسرعة. قال له متى رأيتني أبكي؟ قال له رأيتك تبكي بعيني هاتين وإلا فعميتا، بعيوني شفتك تبكي. قال له يا هذا لا تخبر بها يزيد،
فوالله يهجم داري ويهدر دمي. قال له خلص أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى رسول الله وسمع كلامه. قال له عجيب، أسهل أنت؟ قال بلى. قال يا سهل، أتعجب من بكائي ولا تعجب إذا انطبقت السماء على الأرض؟ قال له الله أكبر، ماذا جرى؟ قال له أتعجب من بكائي ورأس الحسين يدخلوه من هذا الباب؟ الآن رأس الحسين راح يدخلونه من هذا الباب، وأشار إلى باب الساعات. قال عجيب، رأس الحسين، رأس الحسين ابن رسول الله، يقول ضربت على رأسي ركضت إلى باب الساعات. رحت إلى باب الساعات، نظرت إلى باب الساعات وشفت الناس صفين صماطين ازدحام. يقول بينما أنا أنظر وإذ أدخل رأس الحسين، يقول دخل رأس الحسين وأنا من بعيد أنظر إلى رأس الحسين وتلعب بشيبته الرياح. يقول ونظرت إلى رأس علي الأكبر ورأيت رأس أبي الفضل العباس، الله أكبر، آه ماذا جرى. ثم نظرت إلى سيدي الإمام زين العابدين، الله أكبر، في عنقه الجامعة والدماء تسيل من نحره على ثيابه، ورأيت النساء بحبل واحد، أول سبية إلى آخر سبية بحبل واحد متصلات، ها من حبل إلى حبل، والناس واحد يقول للثاني هذه زينب، هذه زينب، هذه أخت الحسين، هذه زينب بنت أمير المؤمنين، أو زينب تعاين صاحية تتفرج الوادم علينا علينا علينا، وعمت عين اليصد بالعين اليد، وإذا بالناس هذا يضربهم بالحجارة وذاك يتصدق عليهم، شوف التناقضها، هذا يضربهم بالحجارة وذاك يتصدق عليهم، وزينب تقول نحن بنات رسول الله لا تتصدقوا علينا، تتصدق الوادم علي علينا، وعطايا الخماكن ابن دين مخاب كل من يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، الله الله. يقول نظرت وإذ أدخلوها في مجلس يزيد، وقف يزيد، أين هي زينب؟ وين زينب؟ قلوا ليها. يقول أخذ ينظر يمين وشمال وإذ دخلت الحوراء، هذه زينب صاحت زينب يحجون عني، والله سليا مصايب ماسلا، مصايب حسين لدغنني، أنا نزلا على عيون وعمن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نسألك وندعوك، شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، وإلى أمواتنا وأمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.